السلام عليكم أعزائي الطلبة. بالنسبة للسؤال الأول مع الاختبار اللي امتحنا به، سؤال الالتزام، عندي هنا بالسؤال عتلة أي إلى بي مسندة بواسطة هذا السلك اللي يمر حول هاي البكرة بيشد، وعد هذا المفصل عد نقطة أي، وبي الأحمال 150 والعشرة نيوتن. نريد نوجد من خلال هذه رد الفعل اللي موجود بالإسناد عند نقطة A والشد بالتنشي الموجود عند هذا الكابل السلك. مثل ما نعرف أنه هذا الكابل مائل فيتحلل إلى مركبتين، مركبة عمودية ومركبة أفقية. بس نريد نوجد الزاوية. الزاوية مالتي إذا عندي المسافة منها لهنا ومنها إلى هنا، ممكن أوجد الظل مال هاي الزاوية اللي راح أسميها مثلا زاوية ألفا. هنا إذا سميتها هاي زاوية ألفا اللي هي نفسها هاي الزاوية ألفا، هذه الزاوية هي نفسها هذه الزاوية ألفا. وبالتالي إذا على هاي 8 على 15، هي هذه كانت هنا بس أنا قربتها لكم. المسافة منا إلى هنا 1.6 متر، اضربتها بخمسة تطلع 8، وهنا 3 اضربتها بخمسة تطلع 15، فأجي أستخدم 8 على 15، هذه 1.8 رفعتها أنكم لأنه بها بوين، فصارت لكم أسهل بمثلث القوى. ونعرف مثلث القوى نوجد الزاوية مقابل إلى مجاور، فأقول بالبداية تان للزاوية ألفا، تان ألفا تساوي لي تان ألفا تساوي 8 على 15. بالحاسبة عرفنا قلنا ألفا تساوي تان انفيرس 8 على 15. بالحاسبة هنا أقول له شيفت تان، بالتالي 8 تقسيم 15 تطلع عندي مقدار الزاوية اللي هي 28 درجة، قيمة الزاوية 28 درجة. نور شلون نوجدها بالحاسبة، وبالتالي ما عدنا بيها مشكلة. أنا بأجي أخذ قوانين الاتزان، مجموع العزوم حول نقطة A يساوي صفر، راح أصفر العزوم عند نقطة A هذه هنا. فهذه الA بيها رد فعل هنا مثل ما نعرف في المفصل بقوتين، قوة هنا اللي هي الـ AX وقوة هنا AY، هذين AX وY. وهذا الشيد اللي موجود هنا يتحلل إلى مركبتين، مركبة بهذا الاتجاه ومركبة بهذا الاتجاه. هذه المركبة تساوي لي T ساين ألفا اللي هي 28، وهذا T كوساين ألفا. بس أجي أخذ العزوم حول نقطة A، وبالتالي هذه إذا تدور منا راح تكون مثل ما عرفنا موجب. هذه إذا دورت منا موجب، فأبدي أقول T ساين ألفا هي موجودة على الواي، إذن الإكس هذا الذراع مالتها راح يكون الذراع مالت القوة، وبالتالي راح أقول T ساين ألفا هذه كقوة، الذراع مالتها منا إلى هنا اللي هو 3، في 3 هاي الاثنين وهذا واحد، أوصل إلى نقطة A موجودة على الواي، إذن الإكس الذراع مالتها وهي موجب. هذه أول قوة. بقية القوة هذني راح يكون كلهن شنو بالاتجاه الثاني اللي هنا عكس الاتجاه، راح تصير عندي هنا 100 في 1 في الذراع مالتها، هذه 100 على الواي ذراعها واحد، زائدا هذه 50 كقوة، والذراع مالتها 2 و1 راح تكون 3، وهنا زائدا 10 والذراع مالتها 1.5 ب2 و1 راح تصير 4.5. 4.5 هذه معادلة بها مجهول واحد التي، تي ساين راح تصير التي ساين 28 في 3 المية، وهنا زائدا 150 زائدا 45، هذني
ما بي مشكلة 100 و150 راح تصير هذه كلها 295 صحيح 295. هذه التي والزاوية 28 راح تطلع عندي 1.408 تي 1.408 في التي هذه الساين 28 في 3، وبالتالي من هذه التي راح تساوي هذه تقسيم 295 تقسيم 1.408، ومن خلال هاي التي راح نوجد مقدارها تساوي 209.45 نيوتن. هسه وجدت التي، بعد ما عندي مشكلة أوجد مجموع العزوم حول الإكس ومجموع العزوم حول الواي. مجموع العزوم إذا حول الواي هذه مجموع العزوم، العفو مجموع القوى حول الواي يساوي صفر، هذني للأسفل بس التي ساين ألفا للأعلى، وبعد منه عندي الأي واي، هذه الأي واي والتي ساين ألفا هذني، فأقول أي واي زائد التي ساين 28 تساوي لي 100 زائد 50 زائد 10، يعني هذني بالأسفل يعني ناقص 100 ناقص 150 ناقص 10 يساوي صفر، حولناها لهذا الجانب صارن بالموجب. الأي واي هذه مجهولة، التي ساين 28 لها مقدار لأنه ساين 28 عندي زين، والتي معلومة 295 راح تصير هذه مقدارها 98 نيوتن تساوي لي 150 160. أنقل هاي لهذا الجانب 160 ناقص 98 راح يساوي 61، فالأي إلى واي هنا راح تساوي لي 60 61.6 نيوتن. زين بعد شنو عندي؟ بعد عندي مجهول واحد اللي هو الأي إكس، هذه عكس شنو؟ التي كوساين ألفا، هذه الأي إكس عكسها التي كوساين ألفا، فراح أقول مجموع القوى الإكس يساوي صفر، وبالتالي الأي إكس يساوي التي كوساين 28. من هذا التي كوساين 28 راح تساوي لعندي 184 نيوتن. هذا الحل اللي موجود. الأنسر المنطيكم إياه يختلف عن هذني، أرد أشوف حلولكم شون راح تدزونهن. هذا الحل للسؤال الأول للإكوليبريوم. شكرا جزيلا.